شركة نائلة الامتياز عندها واحد الحق ديال الاستغلال سوق الحرية لمدة 65 سنة تابعة لواحد الاتفاقية اللي فيها مجموعة من الشروط ومجموعة من الواجبات. فعلا تم تنفيذ المشروع ولكن مع مجموعة من النواقص ومجموعة من الالتزامات التي لم يفي بها نائل الامتياز. وكان هناك أخذ ورد مجموعة من المراسلات منذ مدة ما يزال 5 سنوات أو 6 سنوات. كان هناك مجموعة الأخذ والرد بين الجامعة وبين نائل الامتياز، للأسف وصلنا إلى الباب المسدود، وذلك يتجلى في عدم تنفيذ النائل الامتياز الالتزامات ديالو. فما كان من المجلس الا انه عقد دوره استثنائيه اتخذ من خلالها قرارا واضحا، هو قرار بفسخ الاتفاقيه حسب دفتر التحملات، لان دفتر التحملات فيه شروط فاسخه، واحنا تحققت لدينا بناء على المعطيات الوارده وبناء على ما لدينا من 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 من, من معلومات. كما قلت هذا القرار اتخذناه ب 33 صوت من اصل 33، قرار كان جري ماشي قرار سهل، لان كيهم واحد المرفق اللي ضخم داخل المدينه، ولكن حنا هنا اليوم من اجل ان نتحملوا مسؤوليتنا، لسنا من اجل خدمه اي اجنده ولا من اجل اي حاجه، ولكن من اجل تحمل المسؤوليه ديالنا. فعلا بعد صدور هذا القرار من طرف المجلس وتبليغه الى سلطه الرقابه، كان عاديا ان يتقدم نائل الامتياز الى المحكمه من اجل رفع دعوه ايقاف تنفيذ القرار، اقول دعوه ايقاف تنفيذ القرار، وهو شيء طبيعي وبديهي يعطي الحق حسب الماده 24 التي تستند على شيئين، هو موضوع الجديه وموضوع الاستعجال. في التقديرات الساده القضاة اتضح لهم في الجلسه في الحكم الاول ان هذا الشرطين توفرا، حكموا بالايقاف، ولكن احنا باقي عندنا الاستئناف. لماذا تحددنا على ايقاف تنفيذ القرار؟ باقي عندنا الحق استئناف تنفيذ القرار، ولكن ما سيعطينا الحق سواء بالنسبه للجماعه او سواء بالنسبه لنائل الامتياز هو دعوى الموضوع اللي هي كتكون في الصلاه، وكل طرف كيقدم مجموعه الوثائق اللي تثبت حقه او تمسكه او اهليته بتسيير السوق. وحنا ثقه كبيره في القضاء، عندنا كبيره في القانون، لهذا حنا منذ البدايه التجأنا الى القانون وكنقولوا امر طبيعي ان يذهب يعني نائل الامتياز للمحكمه، امر طبيعي جدا، ولا نمو في شيء، وله الحق في سلب جميع المساطر القانونيه من اجل الاحتفاظ بحقه، كما لنا الحق في الدفاع بجميع الامكانيات الممكنه في اطار القانون دائما على حقنا وعلى القرارات اللي اتخذناها كمجلس.